هذه البنت ديال سعيد الناصري لاول مره كتبان معنا. اول مره ما عمرها بانت في شي دابا الموقع ديال التولي ولا كتبتي الاسم ديالك بنت ساره الناصري. ساره الناصري بنت سعيد الناصري. سي سعيد نسكت ان شاء الله. ان شاء الله ما غاتمشيش هادشي ديال عيد على زعما ولا شي حاجه ديال الفن لا هي مشات اندبات حنا كفل في الطب. علاش زعما ما تقدمهاش للفن زعما انت كفنان ومشهور ومعروف؟ هذا مستقبلها هي حره يعني من بكري بعد اول حشوميه ديال الناس يا تشارجاش ليا ولكن ثانيا ان شاء الله ثانيا عندها الرغبه ديالها كانت عندها ديال الطب دابا في السنه السابعه تبارك الله. هذا العام ان شاء الله دير لا تيس ديالها وتخرج طبيبه واخا كتبان مزيوره. سي سعيد بغيت نسقسي علاش ما بقيتيش كتبان في القنوات بجوج ديال المغرب ولا القنوات ديال المغرب؟ هذا السؤال انتوما كصحافه وك الصحافه هما اللي تكلموا عليه لانه مهم هذا دابا انت شوف كي الجمهور شنو داير من الفرنسيين تيقلبوا على علينا كفنانه مغاربه. هذا السؤال خصو يتوضع على العريشي وخصو يتوضع على سليم الشيخ وخصو يتوضع على الخلوقي ودوك الطبقه اللي شادين الاداره ديال التلفزيون. هادو هما اللي خصهم يسولوا. سمعنا هادشي في منابر بزاف انك تتكلم على هكا وللاسف ما دار والو. شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ انا شخصيا لو كان عرفت المشكل كون حليته. المشكل هو انك ملي كتعيط لهاد الناس تقول له اجي نجلس معاك نعرف اشنو هو المشكل ما تيعطيكش. تصور معايا انت ان مثلا العريشي هذه اكثر من عام وانا باغي رونديفو معاه ما عطاش ليا غير باش نتكلم باش نتكلموا معاه باش نقولوا اشنو هو المشكل اللي كاين. علاش سعيد ناصري تلفزيون كل واحد كيقول لي بغا واحد يقول لك لا راح كيهضر في السياسه واحد كيقول لك لا سعيد ناصري لانه دار الحكومه الشا واحد سعيد ناصري لانه كان ضد ولكن هادشي كله ما كلام فارغ. حنا بلد اللي عندنا حريه التعبير ولا ما عبرتش ولا ما هضرتش على المواطن المغربي باش غنبدا ندير التهريج نبدا نضحك ندير له كلون. كاين فرق ما بين تكون كوميدي وتكون كلون. الا بغاوني ندير كلون ونحس الكابا ونصفق لهذا وندير لهذا انا ما تنعرفش ندير داكشي. هي زعما هذوك اللي كيبانوا في التلفازه كيحسوا الكابا؟ لا انا ما تنتهدش شي واحد. كاين للاسف الشديد الاعمال اللي كدوز التلفزيون ماشي الاعمال ديالك انت مزيانه ماشي فهمت انا لا حيت في المسرح ملي كتكون التلفزيون حاجه والمسرح حاجه. ملي كدير المسرح وكتكلم على شي موضوع اللي تيهم الشعب وتيهضر على الشعب. حنا درنا غير سكتش حزني كنهضروا فيه على الوضعيه اللي وصل ليها المغرب من ناحية الاقتصادية ومن ناحية التربوية ومن ناحية الثقافية ومن ناحية الفنية ما عجباتش بزاف الناس. ملي كنتي كريتيك هكا ملي كتمشي كتقول لهم انا غادي ننتقد مثلا المدير ديال التلفزيون كيسمعها تيقول لك اجي اسمح لي هذاك السيد راه تيعيرني تيولي معيوب وتيولي واخد موقف معاه. اللجنة اللي تتقدم مثلا في التلفزيون تاخذ تختار الاعمال شكون هما هاد اللجنة؟ شكون هما؟ خصنا نعرفوهم واش عندهم الصلاحية باش هما يحكموا على المغاربة انهم يتفرجوا داكشي اللي بغاو هما. هذا هو اللي خصنا نهضروا عليه. خص هاد الناس اللي في اللجنة نعرفوهم واش عندهم هادو اللي في السينما مثلا هاد الناس واش عندهم الصلاحية يحكموا على الذوق ديال المغاربة؟ انت تشوف بعض الاعمال اللي كتدوز لا ما كتوضحش لنا بان شي حد اللي كيمنعك انك لا ما كاين حتى حد يقدر يمنعني. قضية المنع بعدا ما كايناش ولكن كاينة طرق لرفض الاعمال اللي كتدوز. هذا هو اللي خصنا نركزوا عليه اصلا. هذا صيفط لك غير لي زافيش وانا معاك. سي سعيد تكلم لينا على الجديد ديالك حاليا. الان انا في الجوله ديالي كنكمل فيها ديال دو يو سبيك انجلش هذا العرض اللي الحمد لله لقى نجاح هنا في المغرب بعدا اولا واللي درتو في الكومبلكس محمد السادس اللي درتو جوج المرات. الان غادي ان شاء الله نمشيو لدبي غادي نكون في عرض غنبدا الجوله العالميه غنكون ان شاء الله في دبي في اكبر مسرح كاين اللي في الورد تريد سنتر اللي شنو التاريخ؟ نهار 14 ابريل ان شاء الله. مبارك فول. من الناس ديال الامارات المغاربه اللي في الامارات كلهم يجوا يحضروا معنا ان شاء الله يشوفونا. كذلك غادي يكون نهار 21 في الشهر غادي تكون انا شاطر ديسكون. اوكي بارفيكت. نهار 21 ان شاء الله في ابريل غادي تكون
بلجيكا لو تياتر سان ميشيل يعني مسرح اللي تيحملها حوالي 2000 ديال المقاعد واللي غيكون في قلب بروكسل وقلب الشعب المغربي اللي كاين. غيكون معك شي حد ولا غير؟ لا لا بوحدي وان مان شو ديالي اللي هو دو سبيك انجلش. ونهار 28 عاوتاني عندي دبي ومن بعد عندي العين نرجع للشرق ومن بعد عندي فرنسا. شي حاجه هنا ما غاديرش شي حاجه هنا في المغرب؟ دابا المغرب ان شاء الله غادي نمشي للتلفزيون. دابا التلفزيون لانه ولات قناه جديده. لا ولكن كاينه قناه جديده اللي غدار. هذا هو الجميل لان غادي تفتحوا قنوات باش هذيك التصاره ديال دوك جوج قنوات ما تبقاش يعني ما غنبقاوش الحاشي ولشي واحد غادي يوليو الخدمه وغادي تولي لا كونكورونس ما يبقاش داك المشكل ديال نتسنى انا حطت اللجنه تقبل لي العمل ديالي ولا ما تقبلوش. دابا الان كذا هاد الشراكه اللي قلت لي مع من؟ غتكون مع شادا. لا شادا غادي الراديو شادا 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 اف ام عندهم دابا الان غادي يخرجوا قناه جديده اللي هي سميتها قناه شادا. غادي تخدم معاهم ديما ولا غير؟ لا غادي يكون غيكون هذا العمل معاهم. انا ما يمكنش لي نخدم مع قناه معينه. انا كنعطي اعمالي للقناه اللي غتاخذ وعندي قناه اجنبيه ان شاء الله مصريه اللي غتاخذ العمل ديالي حتى هي وغادي تدوزو. يعني الان ما بقاش المشكل ديال القناه المغربيه هي اللي تخدم معها لان المغاربه ولاو كيشوفوا مثلا قنوات مصريه قنوات ولكن كيشوفوهم في المغرب. فبحال مثلا ملي كتشوف بزاف تي في وكتشوف مثلا الحياه ولا كتشوف مثلا روتانا فهاد القنوات بداو كيقبلوا يتعاملوا مع المغاربه لان كيهمهم الجمهور المغربي. خصوصا الان دابا المشكل اللي طاحوا فيه القناتين ديالنا القناه الاولى والثانيه واللي خص المسؤولين يعرفوها خصهم يعرفوها بانهم راه ما بقاوش بوحدهم بان المغاربه بداو ما بقاوش كيشوفوهم. بداو المغاربه تيهربوا يشوفوا قنوات اجنبيه. دابا الا شفتي مثلا اليوم في هاد لاسواغي اللي كاينه ديال انرجي مثلا الا لاحظتي واحد القضيه المغاربه اللي كاينين هنا كلهم تيعرفوا المنشطين والموسيقى والفنانين اللي جايين من فرنسا. علاش؟ لانهم كيتفرجوا في القنوات الفرنسيه وفي اللي كتقول لهم هذا راه داز مع في دو فويس او لا داز في عرب ايدول ولا داز مثلا فرانس ادي تالون ولا شي حاجه كتلقى المغربي عارفها. فهذه هي الفكره اللي خصها تكون عند القنوات المغربيه يعرفوا بان الان لا كونكورونس. يعني وانت باش غتنصح القناه انا كنصحهم باش يقويوا الاعمال المغربيه اننا نبداو ندوزو باعمال قويه اعمال ماشي العمل اللي داز ذاك العام فاشل يعاود عاوتاني يدوز. فمثلا كتشوف واش كتكلم غير على حساب الفكاهه ولا كتكلم عامه؟ بصفه عامه قول لي اشني هي الاعمال السينمائيه اللي دازتي. الا خديتي مثلا العام اللي فات الاعمال كلها اللي دازت في رمضان كانت اعمال فاشله. يعني العام الاول كان مثلا بعض المسلسلات اللي لقات نجاح بحال لما خديتي مثلا وعدي خديتي مثلا العمل اللي دار حسن خديتي مثلا العمل اللي كان في التلفزيون كنظن واحد السيت كوم ولا شي حاجه كان من العام من بعد منه ما كان والو كان نفس الحوايج يتعاودوا. هذا العام ثاني نفس الاعمال غادي تعاود يعني ما كاينش واحد جديد ما كاينش واحد الاد فاليو اللي دارت في الاعمال ديالنا. ما كاينش مسابقات. انت دابا كتشوف القنوات كلهم عندهم مسابقات عندهم برامج مسابقات. يلا داروا المسابقه اللي كان فيها نيت عماد في هنايا هاد النخره اللي دارت ديال الدراري اللي كيغنيو كاين اللي عندهم مواهب المسابقات غير ديال الغناء. حنا عينا من دابا الغناء وبحال دابا في الكوميديا مثلا ملي كتشوف بحال دابا مثلا كتشوف بعض بحال الكوميديا وستاند اب كوميدي وسميتو كنشوفوا الوليدات اللي كيشاركوا بحال الا يصوني فغي اومان يعني هما كاينه مواهب ولكن ديك المواهب ما كاينش اللي مقابلها ولا شاده ولا تيعطيها. الا خديتي مثلا البرنامج ديال روكي مثلا ديال الشباب اللي كيقدم ديال الكوميديا عنده دي كوتش ناس مكلفين به هما اللي كيشدوا الولد وكيعلموه وتيوريه وكاينين اساتذه اللي كيتكلفوا بهذا الشيء الاساتذه ديال المسرح. حنا عندنا اساتذه ديال المسرح كذلك ملي كتشوف اللجنه مثلا فيها ناس اللي مثلا ما عندهمش واحد العلاقه مع ذاك الميدان فما يمكنش لهم يحكموا او لا كتلقى باقي هو خدام وباغي يحب يمكن خصو يكون متمكن. مثلا ملي غدير في اللجنه الموسيقيه واحد موسيقي خصو يكون متمكن ماشي تجيب واحد اللي باقي بادي وجالس حتى هو تيحكم وكيعطي ما يمكنش تحكم ما يمكنش تكون جوج اي بارت. هاد انا كنهضر على مسابقات ثقافيه. ما عمره عرض عليك شي مسابقه قال لك زعما تكون في لجنه التحكيم؟ لا عطاوني ولكن ما بغيتش لان ما يمكن لياش انا نحكم. علاش انت زعما اللي ما يمكن لياش نقول لك علاش؟ اولا لان خص المستوى بعدا اللي غادي يمشي ليه يكون المستوى بعدا طالع ويكون مزيان ويكون هذاك البرنامج اللي غنخدم فيه يكون عنده ذاك المؤهلات كلهم اللي غادي يخليوني انني نحكم على ذاك الوليد. مثلا نعطيك انا شاب تيقولوا لي كتب سكتش واجي اديه الا كان هو ما تيكتبش كاينين بزاف ديال لي كوميديان اللي ما كيقدروش يكتبوا ولكن تيعرفوا يديه. الوليد كيجي ما عندوش تكوين مسرحي اذا خصنا نعطيو ذاك التكوين المسرحي نوريو كيفاش يوقف في البلد نوريو شنو هي الالفاظ اللي خصها تتقال الالفاظ اللي ما خصهاش تتقال الكلام اللي خصو يتقال في التلفزيون لان التلفزيون كيدخل لبيوت الناس
يعني ميجيش من راسو لراسو يبدا كيهضر. المواضيع نختاروا لي حنا المواضيع. عمرك درتي شي مبادره ودخلتي المسارح ديال المغرب وشتي الدراري كيفاش كيهذا و... انا درتو، انا اول برنامج دار سميتو لي موردي اللي درتو في سنه 2000 صوروا العريشي وحطوه عنده في المكتبه ما خرجوش، اللي كيتكلم قبل من صدق اكاديمي وقبل ما سميتو صورناه. كنا غنديروا كل مدينه بوحدها، راه باقي مصور عنده شدو داروا فسميتو فسميتو عندهم في الفلاشيف وراه محطوط. كنا كنجيبوا فنانه كيجيو تنوقفوا معاهم حتى كيحضروا معايا فنانه كبار منهم ملاك منهم سميتو هذا الحاج يونس وحضروا معايا وشافوا. كان برنامج سنه 2000 برنامج في ساعه ونص. بزاف ديال الفنانه اللي لقيناهم لي كوميديا كيقول لك ما بغاوش يدوزوا لينا في اذاعه الرباط. ما بغيت نفهم هذه القضيه، واش ما كيقولوا لكم راكم عيانين ولا كيقول لك والو؟ لا شوف واحد القضيه ولا ما باغينش كاع يدوزوا؟ ما باغينش، هذه قضيه ديال ان كاين هناك رفض، كاين هناك رفض وكان هناك تغيير ما كاين مشكل. اشنو شكون هو اللي تيحكم انك التلفزيون تدوز ولا ما تدوزش شيء، او السينما تدوز او ما تدوزش شيء؟ شكون هو اللي تيحكم؟ هو الكيشي. ملي واحد مثلا كيدير حفل وكيدخلوا له الناس وكيقطعوا كيجيو مع وليداتهم كيتفرجوا فيه في الشتاء وفي البرد وكيجيو تيقطعوا كيتفرجوا، اذا هذاك السيد محبوب ما تمشي تفرج. ملي كتعيط لي انا شركه من الخارج وتعطوني 20 مليون 15 مليون باش نجي نخدم في حفل، ما هما ماشي حمقين هاد الناس، عارفين بان سعيد الناصري عنده جمهور وكيبغوا الناس، اولا مثلا فنان اخر كيعرفوا الناس وعنده جمهور. ملي كتجي مثلا المسرح في السينما مثلا افلامك ملي كندير فيلم ديالي وكنحقق اكبر المداخيل، واش فهمتيني؟ اكبر المداخيل. اذا هذا الفيلم واش انا الناس غتجي تاع العويناتي راح تعجبهم الفيلم، كل ما عجبهمش ما غيشوفوش. اذا التلفزيون بحكم الجمهور فين كيمشي بحال شي جريده اللي كتقرا. ملي كتكون في دارك وكتفرج التلفازه وكتبان راسك الفيلم ديالك مدوزينو، ما تتفرجش في راسي مثلا كتسمع راه الفيلم ديالك داز البارح. الناس الحمد لله كنتلاقى معاهم تيقول لك كاين لي كريتيك بيان سيغ، كاين لي تيقول لك مثلا انا لا ما غاديش يبقى يقول لك الناس ها هذا الفيلم قديم عندك هذا الفيلم قديم. لا باقي ما بقاتش هذه القضيه. شوف تصور علاش ما يدوزوش لك، يقولوا تصور ان دابا انت لو كان مثلا باغي ما باغي سعيد الناصري يدوز، علاش كتعاود ليا في اعمالي؟ وفراسك واحد القضيه ان الاعمال كتعاود وما كتخلصوش في لي تخوا دوتور. لا ما يمكنش ما كتخلصوش حقوق، والله ما كتخلصو، ما عندناش حقوق تاليف. انا دابا حطيت مشيت لعند حقوق تاليف حطيت ليهم ان دوزيام ولا اي سينيغ دي ما تيخلصوش حقوق تاليف، لان ملي مشيت عند المدير حطيت ليه المسائل ديالي كلها. دابا تصور هذه 14 عام ما خديت حتى ريال من عند حقوقي، ما عندوش، كيقول لك حنا ما عندناش فلوس. حكا ما خلصوناش، دابا يلاه بغاو يعطيونا ديال هاد العامين اللي فات او لات وفلوسي الاخرين ضعنا فيهم. على ما كتقول دابا ما بغاوكش تبان كاع في التلفاز. لا ماشي ما بغاوش، هما ربما كاين